السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلمة مادة العلوم للصف السابع من دعاء أبو أميرة. اليوم إن شاء الله بدنا نحل أسئلة الفصل المتعلق بفصل تاريخ الأرض صفحة 122-123. خلال حلنا اليوم لأسئلة الفصل رح نستذكر كل من أقسام سلم الزمن الجيولوجي اللي هم حقبة الحياة القديمة، حقبة الحياة المتوسطة، وحقبة الحياة الحديثة، وأيضا ظهر الحياة المستدرة. وأيضا بدنا نستذكر مبادئ التأريخ النسبي، مبدأ تعاقب الحياة، مبدأ القاطع والمقطوع، مبدأ المضاهاة، ومبدأ تعاقب الطبقي. أوكي تمام، نبدأ مع بعض. حل أسئلة الفصل صفحة 122-123، بنفتح مع بعض على صفحة 122. السؤال الأول، ظهرت أحفورة الترايلوبيت في أحفورة الترايلوبيت، هل ظهرت في حقبة الحياة القديمة، أم ظهر الحياة المستترة، أم حقبة الحياة الحديثة، أم حقبة الحياة المتوسطة؟ أحفورة الترايلوبيت ظهرت في حقبة الحياة القديمة، إذا الجواب ألف. ليه؟ ألف هاي الحقبة سميناها حقبة اللافقاريات، ظهرت فيها أحفورة الترايلوبيت، وأيضا ظهر فيها النباتات اللابذرية السرخسيات، وأيضا عدد من الفقاريات مثل الأسماك. إذا جواب السؤال الأول 1 ألف. أما ظهر الحياة المستترة، ظهر فيها الكائنات الحية بسيطة التركيب ذاتية التغذية مثل البكتيريا. حقبة الحياة الحديثة سميناها حقبة الثدييات، ظهر فيها عدد من الثدييات مثل الدب القطبي، وانتشر فيها النباتات الزهرية، وظهر فيها الإنسان. بينما حقبة الحياة المتوسطة سميناها حقبة الديناصورات لأنها تميزت بظهور الديناصورات وانقراض الديناصورات فيها، وظهر أيضا أحفورة الأمونايت وبعض النباتات معرات البذور. إذا جواب السؤال الأول 1 ألف. 2، أي من مبادئ التأريخ النسبي، نلاحظ مبادئ التأريخ النسبي يعتمد على وجود الأحافير داخل الطبقات. يعني لو عنا هذا الشكل وحكينا بدنا نرتبه حسب مبادئ التأريخ النسبي، وفي عنا هون أحفورة، في عنا هون أحافير، أي مبدأ من مبادئ التأريخ النسبي الأربعة بتعتمد على؟ هل هو مبدأ تعاقب الطبقات؟ حكينا مبدأ تعاقب الطبقات بنص على إنه الطبقة اللي بتترسب بالأول هي الأقدم. خلال نص المبدأ اعتمد على الأحافير؟ لا ما اعتمد. إذن ألف لا، لأنه مبدأ تعاقب الطبقات، تعاقب الطبقات بنص على إنه الطبقة ترسب بالأول هي الأقدم. با، مبدأ تعاقب الحياة، مبدأ تعاقب الحياة على إيش كان ينص؟ نصنا مبدأ تعاقب الحياة على إنه كل زمن جيولوجي بيحتوي مجموعة من الكائنات الحية اللي بتميزه، فهذا الكائن الحي اللي بيموت بهذا الزمن وبندفن بهاي الطبقة، عمر الطبقة بيماثل عمر الكائن الحي اللي فيها. إذا بتميز كل زمن جيولوجي بأنه إله محتوى من الأحافير ميزه عن عما سوى من الأزمنة، وبيماثل عمر الطبقة عمر الأحفورة اللي بداخلها. إذا هذا المبدأ اعتمد على الأحافير، اعتمد على الأحافير. فجواب السؤال الثاني بس نكمل الخيارات، مبدأ القاطع والمقطوع، مبدأ القاطع والمقطوع بنص على إنه يكون في عنا قاطع، يكون في عنا قاطع سواء صدع أو قاطع ناري، ودائما القاطع أحدث من المقطوع، اعتمد على الكائنات الحية؟ لا ما اعتمد. المضاهاة الصخرية، المضاهاة الصخرية هاي السؤال حدد لنا، حكى لنا مضاهاة صخرية ما أن مضاهاة أحفورية. المضاهاة الصخرية هي مضاهاة بين طبقات صخرية في منطقتين مختلفتين، بيعتمد على شو؟ بيعتمد على لون الطبقة، سمك الطبقة، يعني خصائصها الفيزيائية. إذا ما اعتمد على الأحافير. إذا جواب السؤال الثاني ب. أوكي تمام. السؤال الثالث، أول ظهور للزواحف كان في؟ قبل شوي ذكرنا عن الزواحف وحكينا عنهم وحكينا عن الأحقاب. أول ظهور للزواحف كان في حقبة الحياة القديمة، أم حقبة الحياة المتوسطة، أم الحديثة، أم دهر الحياة المستترة؟ الجواب ب، حقبة الحياة المتوسطة، هو الحقبة اللي ظهرت فيها الديناصورات، كمان ميزة ظهور الطيور والزواحف. إذا جواب السؤال الثالث ب. أوكي تمام، نتابع حل أسئلتنا ما ننتقل للسؤال الثاني.
السؤال الثاني بيحكي لنا تأمل الشكل، تأمل الشكل الذي يمثل تعاقب ظهور الحياة على سطح الأرض. هذا الشكل يمثل لنا تعاقب ظهور الحياة على سطح الأرض. تأمل الشكل ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. السؤال الأول، اقترح اسما للشكل. بدنا نسمي الشكل هذا. هلأ هذا الشكل بيوضح لنا إنه أول إشي ظهرت عنا البكتيريا، بعد هيك ظهرت عنا أحفورة الترايلوبيت، ظهرت أحفورة الترايلوبيت وبعض من الأسماك والسرخسيات، بعد هيك الديناصورات والأمونايت والسنوبر، بعد هيك ظهر عنا الثدييات والإنسان. إذا هذا الشكل شو بيمثل لنا؟ بيمثل لنا سلم الزمن الجيولوجي. إذا ألف إيش سميناه؟ سميناه سلم الزمن الجيولوجي. إلى أي دهر يشير الرقم واحد؟ هذا الرقم واحد، الرقم واحد هاد اللي فيه البكتيريا والطحالب. على أي دهر بيشير؟ بيشير لدهر الحياة المستتبة الغير الظاهر. إذا با رقم واحد بيشير لدهر الحياة المستتبة غير الظاهر. طب ما الأرقام التي تشير إليها كل ما؟ حقبة الحياة القديمة، أي رقم؟ حقبة الحياة القديمة اللي ظهرت فيها الترايلوبيت والسرخسيات وبعض الأسماك. إذا حقبة الحياة القديمة بتشير لرقم اثنين. طيب رقم ثلاث لإيش بيشير؟ بيشير رقم ثلاث الحقبة اللي ظهرت فيها الديناصورات والترايلوبيت وبعض نبات معرض للبذور، حقبة الحياة المتوسطة. إذا رقم ثلاث وأربعة بيشير لحقبة الحياة المتوسطة، ورقم خمسة الفيل والأحصنة والإنسان في حقبة الحياة الحديثة. إذا رقم اثنين بيشير لحقبة الحياة القديمة حكينا، رقم ثلاث وأربعة لحقبة الحياة المتوسطة، ورقم خمسة لحقبة الحياة الحديثة. أوكي تمام، أوكي تمام. ننتقل مع بعض للسؤال الثالث، ابني سلما يوضح تسلسل ظهور الكائنات الحية الآتية. عندنا الأمونايت، الترايلوبيت، الأسماك، التماسيح، الخيول. بدنا نبني سلم زمن جيولوجي. سلم زمن جيولوجي أي من الأقدم إلى الأحدث. أقدم كائن حي ظهورا كان أحفورة الترايلوبيت. الترايلوبيت أقدم شيء. بعد أحفورة الترايلوبيت مين ظهر؟ أحفورة الترايلوبيت في حقبة الحياة القديمة. مين أيضا ظهر في حقبة الحياة القديمة؟ الأسماك. إذا اثنين الأسماك. أوكي هلأ ثلاثة، في حقبة الحياة المتوسطة ظهرت عنا الأمونايت وأيضا التماسيح. طب ليش التماسيح؟ أن التماسيح من الزواحف. وآخر إشي الخيول من الثدييات ظهرت في حقبة الحياة الحديثة. إذا عندنا أول إشي الترايلوبيت، الأسماك، الأمونايت، التماسيح، الخيول. الترايلوبيت، الأسماك، الأمونايت، التماسيح، الخيول. وهذا هيك بنكون بنينا سلم زمن جيولوجي. أوكي تمام، ننتقل للسؤال الرابع والأخير. تأمل الشكل الآتي ثم أجب عن الأسئلة التي تلي. الشكل بيوضح لنا تعاقب للطبقات بيحتوي على أحافير. أوكي تمام. السؤال بيقولنا ألف، حدد الحقب التي ترسبت فيها كل من الطبقتين الأولى، الأولى والثالثة. الطبقة الأولى بتحتوي على أحفورة، الطبقة الأولى بتحتوي على أحفورة الترايلوبيت، فبالتالي الطبقة الأولى اترسبت في حقبة الحياة القديمة، بينما الطبقة الثالثة بتحتوي على أحفورة الديناصور إذا اترسبت في حقبة الحياة المتوسطة. إذن الطبقة الأولى حقبة الحياة القديمة، والطبقة الثالثة في حقبة الحياة المتوسطة. با ما المبدأ الذي اعتمدت عليه في معرفة الحقبة التي اترسبت فيها هذه الطبقات؟ يعني لما حكينا واحد بحقبة الحياة القديمة، ليه؟ أنه أنا شو حكيت؟ حكيت أنه أحفورة الترايلوبيت إذا اترسبت في حقبة الحياة القديمة، عمر الطبقة تبعا لعمر الأحفورة التي تحتويها. الطبقة الثانية لو نصنف بنحكي حقبة الحياة أيضا القديمة، ليش؟ أنه أسماك. الثالثة حقبة الحياة المتوسطة لأنه ديناصور. والرابعة بنحكي حقبة الحياة الحديثة أنه ما فيها إلا هلا لسه كائن حي من دفن. أوكي تمام، إذا اعتمدنا على مبدأ تعاقب الحياة. هيك بنكون أنهينا حل أسئلة الفصل صفحة 122 وصفحة 123. يعطيكم